أهلا بكم في نشرة الأخبار من قناة بلقيس، والبداية بأبرز العناوين. احتفالات واسعة في تعز، والجيش ينشر قواته لحفظ الأمن في المناطق المحررة. الجيش والمقاومة يبدأان عملية عسكرية في الجهة الشمالية والشرقية من تعز. في محافظة حجة الحرب تضاعف معاناة نازح الحروب الستة في مخيم الشوقبة. أكد نائب الرئيس رئيس الوزراء خالد بحاح أن الوضع الأمني في محافظة عدن يتحسن وأن الأمور ستعود إلى طبيعتها تدريجيا، كاشفا أن مرحلة جديدة من الخطة الأمنية سيتم تطبيقها قريبا في المدينة. وأضاف بحاح في مؤتمر صحفي عقد اليوم في محافظة عدن أن من أولويات الحكومة حاليا استعادة الدولة ثم الانتقال إلى استكمال العملية السياسية في البلاد. ووجه نائب الرئيس بتسيير قوافل إغاثية إلى محافظة تعز بعد فك الحصار الجزئي عن المدينة، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل على إعادة تعمير المدينة. أما على الصعيد السياسي فقال بحاح إن الميليشيا لم تلتزم بإبداء حسن النوايا حتى الآن للدخول في محادثات سلام. هناك ثبات، أولا تحتاج منك إلى وقت لكي تثبت هذه اللغة الرثابة الإعلامية اللي استخدمتها. المصطلح العسكري يقول لك لا، التمكين بعض الأحيان أنت ما تصل إلى منطقة لا يعني أنك تنتقل إلى منطقة أخرى مباشرة. تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من فك الحصار عن مدينة تعز جزئيا من المدخل الغربي الجنوبي في منطقة الضباب والذي كانت تتمركز فيه ميليشيا الحوثي والمخلوع. وقال مصدر عسكري إن القوات سيطرت كليا على منطقة الضباب بما في ذلك السجن المركزي وحدائق الصالح ومناطق أخرى من قبضة الميليشيا بعد معارك عنيفة. وأوضح المصدر أن القوات كسرت الحصار جزئيا عن مدينة تعز، حيث بات الطريق سالكا من وسط المدينة إلى الضباب ومدينة التربة وصولا إلى مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد. وفي السياق ذاته بدأت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية عملية عسكرية واسعة لتحرير الجبهة الشمالية والشرقية من المدينة. وقالت مصادر ميدانية إن القوات سيطرت على تبة الصبري المطلة على أجزاء واسعة من عصيفرة، فيما المعارك مستمرة على خطوط التماس في الجبهة الشرقية قرب القصر الجمهوري ومعسكر قوات الأمن الخاصة. استشهد مدنيان بانفجار لغم أرضي من مخلفات ميليشيا الحوثي والمخلوع في منطقة الضباب بمحافظة تعز. وحذرت الفرق الهندسية المواطنين بعدم استخدام الطرق مؤقتا في الضباب، مشيرة إلى أن الفريق مستمر في نزع الألغام والمتفجرات التي زرعتها الميليشيا. يأتي هذا في حين تشهد مدينة تعز أفراحا كبيرة عقب النصر الذي حققته قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. فرحة الانتصار وكسر الحصار، هكذا تعيش محافظة تعز اليوم التي خرج أبناؤها للاحتفال بالانتصارات التي حققتها المقاومة الشعبية والجيش الوطني بعد إعلان السيطرة الكاملة على الجهة الغربية للمدينة وكسر الحصار جزئيا. خرجوا أبناء تعز جميعا ليشهدوا هذه الفرحة العارمة التي سطت قلوبهم جميعا. تعز تاب الذل وتاب الانكسار، تعز ستبقى شامخة رغم أنوفهم جميعا. وعلى الجانب الآخر من المدينة وتحديدا في المناطق التي سيطرت عليها المقاومة يجري عملية نزع الألغام من قبل الفرق الهندسية المتخصصة، حيث وقد تم انفجار أحدها بمركبة كانت تسير على الطريق التي تقع في مدخل مدينة الضباب. الفريق الهندسي في محافظة تعز لمكافحة الألغام يعمل لإزالة الألغام والقذائف المتفجرة وبقايا الحروب وكذلك العبوة الناسفة. هذا الطريق خط الضباب، طبعا خط ملوث بالألغام. في الأمس انفجرت الدينة واستشهد 2 مواطنين بجانب الدينة. بحثنا واكتشفنا 15 لغم مضاد للدبابات TM57 روسي الصنع، والفريق يعمل بكل جاهزيته ونحذر المواطنين بعدم التحرك أو السير في هذا الطريق حتى يتأمن من الألغام. وبعد عملية التحرير هذه أصبحت المدينة آمنة إذن، وبإمكان دخول أي مساعدات إغاثية أو طبية إليها وبشكل آمن. هنا التحمت المقاومة الشعبية ورجال الجيش الوطني في الجبهة الغربية بجبهة الضباب، وكسر الحصار عن المدينة وباتت الحركة أكثر أمناً، فيما لا تزال العمليات مستمرة في الجبهة الشرقية والشمالية من أجل استكمال عملية تحرير المدينة. حمزة أمين، قناة بلقيس، من منطقة الضباب الغربي من تعز.
هذا وشهدت مدينة تعز خروج احتفالات واسعة احتفاء بالإنجازات التي حققها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في المحافظة. التفاصيل في سياق التقرير التالي. وأخيرا استراحت تعز قليلا، أو هي استراحة المحارب. على وقع الأناشيد الوطنية انتشل الانتصار الجزئي المدينة من حالتها المشلولة بعد أشهر من الحرب. فرحة غامرة اجتاحت مركز المحافظة بما حققته المقاومة والجيش الوطني. كسب جولة جديدة من المعركة، أسقط الحصار وفتح منفذا للحياة بعد أن حولته الميليشيا معبرا للموت. تبدو هذه اللحظة إعلانا للفرح على القدر الذي هو في الأصل إعلان لعودة الحياة إلى طبيعتها ولو مبدئيا، لكنه أظهر المدينة كم كانت متعطشة لأوقات الهدوء والطمأنينة. هكذا ظهرت تعز إذن بعد شهور سلبت الحرب أبناءها البهجة. تدافع الناس إلى الشوارع معبرين عن لحظات استثنائية في حياتهم، حيث يتدفق الشعور بالزهو قبلهم في محيى المدينة اليوم، وتغمر قلوبهم قبل وجوههم السعادة. حاولت الميليشيا سرقة الحياة، حولت أبسط معالم المدينة إلى مواقع للقصف وثكنات عسكرية للقنص، لكنهم اليوم مسرورون لما تحقق. ووسط المدينة في شارع جمال خرج الناس تعبيرا عن مشاركة المقاومة الانتصار، بل استلهموا منها نشوة الفرحة بما تحقق في هذه المدينة التي تستحق أن تستعيد عافيتها، ليس لأجلها فقط بل لأجل الوطن. ومعنا من تعز قائد الجبهة الغربية سيد عبدو الصغير. سيد عبدو مساء الخير. أهلا بك سيد عبدو معنا في هذه النشرة. ما هي خطتكم القادمة بعد تحرير الجبهة الغربية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بك وبضيوفك الكرام مشاهدين على شاشة قناتكم. بخصوص الجبهة الغربية، نحن نستطيع القول أننا حررنا تقريبا 80% من الجبهة الغربية بشكل كامل. ما بقي هي مناطق خارج أطراف المدينة. هذه المناطق الله عز وجل نحن سنوقف العدو فيها ونحررها إن شاء الله في الأيام القادمة، حتى نستطيع الوصول اتجاه ميناء النصر. نعم. بالأمس لينا مدى الجبهة الغربية المدينة بالمقاومة والجيش الوطني في الضباب، وفتحنا خط الضباب نهائيا وقدرنا الحصار. القول أننا قد الحصار بشكل كامل وفتح الوطنية لهذا نعم. نعم. نعم سيد عبدو، فيما يخص الإشكاليات التي واجهتكم بعد تحرير المناطق في المنطقة الغربية، ما هي أبرز الإشكاليات التي واجهتكم اليوم بعد التحرير؟ لا شك أن هناك إشكاليات كبيرة جدا من الجانب الأمني، ونحن قد متكاملة على حفظ الأمن بشكل نعاني من انفلات بعض الافراد المواطنين. نسعى لتثبيت الامن في المناطق المحصنه من اجل ان تكون المقاومه نموذج يقتدى به في بقيه المناطق، وتعز تكون نموذج على مستوى اليمن. نعم. سيد عبدو، فيما يخص تعاملكم مع الألغام التي زرعتها الميليشيا، وكما سمعنا اليوم من أخبار هناك بعض المدنيين سقطوا ضحايا نتيجة لهذه الألغام في هذه المناطق التي تم السيطرة عليها وطرد الميليشيا منها. نعم أخي، الضباب تعز المنطقة الغربية كبيرة جدا، تعامل هي فريق العلقي جدا بعض الألغام، والبعض الآخر ما زال التعامل معها جاهز. انفجرت اول الغام في منطقه الضباب بشكل تلقائي على المواطنين، وما صاب 4 أطفال في نعم. اشكرك جزيل الشكر قائد الجبهه الغربيه من تعز سيد عبدو حمود الصغير، كنت معنا عبر الهاتف. دعا الرئيس عبد ربه منصور هادي كافه ابناء محافظه تعز الى الوقوف صفا واحدا في مواجهه العناصر الدخيله،
مشددا على ضرورة تضافر الجهود من المواطنين مع الأجهزة الأمنية للحفاظ على المكاسب التي حققتها قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. وأثمن الرئيس هذه الجهود الكبيرة التي جسدها الأبطال من قوات الجيش والمقاومة بتحرير اللواء 35 وفك الحصار عن المدينة. وأكد الرئيس هادي أن تعز كانت وما تزال عنوانا للمدنية والسلام والتعايش وحاملة لمشاعل العلم والتنوير، لافتا إلى أن تعز بأبنائها قادرة على توطيد الأمن والاستقرار وإعادة الحياة إلى طبيعتها والتعاون مع المنظمات الدولية والدول المانحة للبدء في عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار. ومعنا من تعز مراسلنا حمزة أمين. حمزة، بداية، كيف جرت الأوضاع اليوم في تعز بعد يوم من فك الحصار؟ نعم بشير، الأوضاع في محافظة تعز اليوم منذ الصباح الباكر شن رجال المقاومة الشعبية هجوما في الجبهة الشمالية في محاولة منهم بتحرير تلك المناطق. تفيد الأنباء بأن 8 شهداء سقطوا في صفوف المقاومة فيما سقط العشرات من الحوثيين في تلك المناطق. لا يوجد أي تحرير حاليا لأي مواقع استراتيجية هامة، إلا أن هناك أنباء تشير إلى محاصرة صبري هذه التبع الواقعة في جبهة شارع الأربعين. نعم حمزة، فيما يخص فيما يخص استقبال المواطنين في المدينة والاحتفالات بفك الحصار عن المدينة، كيف جرت الصورة اليوم في تعز؟ طبعا منذ ساعة الصباح خرج الناس للاحتفال رافعين أعلام الجمهورية اليمنية مبتهجين بهذا الانتصار أو هذا التحرير ومعبرين عن فرحهم بطريقتهم الخاصة، حيث قاموا برفع أصوات الأناشيد والتكبيرات والأهازيج الشعبية، وقاموا أيضا بالرقص في شوارع هذه المدينة فرحا بكسر الحصار الجزئي عن المدينة. أشكرك جزيل الشكر مراسلنا حمزة أمين، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. قال رئيس المجلس العسكري في محافظة تعز العميد صادق سرحان إن العمليات العسكرية مستمرة حتى تحرير المحافظة كليا من الميليشيا. وأوضح سرحان أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية سيواصلان عملياته العسكرية والقتالية النوعية في خطوة لاستعادة المدن وتخليص محافظة تعز والوطن من الميليشيا الانقلابية. المقاومة الشعبية والجيش الوطني مشترك مع قوة التحالف في كل الأعمال القتالية داخل. بدأت قوات الجيش الوطني ووحدات من المقاومة الشعبية في تعز بالانتشار في عدد من المناطق المحررة لحفظ الأمن والاستقرار في المدينة. وتبرز في مدينة تعز العديد من الأولويات أهمها حفظ الأمن وإعادة تطبيع الحياة. تعز ما بعد كسر الحصار المعادلة الصعبة. تأمين المناطق المحررة الأولوية الأهم والأكبر لاستكمال معركة تحرير بقية المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا. خلال 3 أيام فقط تهاوت مواقع الحوثيين وصالح تحت ضربات المقاومة والجيش الوطني ضمن هجومها النوعي وغير المسبوق. هجوم تمكن حتى الآن من السيطرة على كامل المدخل الغربي الجنوبي للمدينة في منطقة الضباب وتأمين الطريق الرابط بينها وبين عدن. وإذ تتعلق همة المقاومة الآن في استعادة تعز كاملة وبأسرع ما يمكن، فإن الجهد القتالي يتركز على المدخل الشرقي وبعض المناطق في المدخل الشمالي. وفق بيانات المقاومة الشعبية فقد أربك الهجوم الحوثيين ودفعهم للفرار من مواقعهم والتحصن بالمدخل الشرقي وبعض المناطق، حيث يقومون بعمليات زرع للألغام في محاولة لوقف تقدم المقاومة، بينما تحدثت مصادر عن انهيار في صفوف ومواقع الميليشيا. وبصرف النظر عما قد تتضمنه بيانات المقاومة نسبيا من معاني الحرب النفسية، فالواضح أن تعز التي أذقها الحوثيون العذاب تبدو اليوم على طريق الخلاص. احتاج الأمر إلى أشهر حتى تقوت المقاومة وتنظمت لتنتقل من عمليات الكر والفر إلى الهجوم والمبادرة، لكن ذلك لم يكن منفصلا عن غارات التحالف التي استنفدت الجهد العسكري للميليشيا. وإذا كان حسم المعركة في تعز بات مسألة وقت ليس أكثر، فإن السؤال الآن هو عن إمكانية أن تكون استعادة المدينة منطلقا لاستعادة العاصمة صنعاء وبقية المناطق اليمنية، إن بالسلاح أو سلما إذا قررت الميليشيا أو أجبرت على قبول التسوية السياسية
وفق القرارات المعروفة يمنيا ودوليا، بدل الاستمرار في معركة تقول تعز وقبلها مأرب وعدن والضالع أنها خاسرة. ومعنا من تعز المتحدث باسم المقاومة باسم المقاومة والجيش الوطني العقيد منصور الحساني. سيادة العقيد أهلا بك معنا في هذه النشرة. هناك أنباء تتحدث بأنكم دشنتم اليوم عملية تحرير المنطقة الشمالية والمنطقة الشرقية، ما هو الجديد اليوم في هذه الجبهات؟ سيادة العقيد هل تسمعني؟ الحصار يعني بشكل جديد. نعم نعم تفضل سيادة العقيد. نعم تم استكمال فتح الحصار الجوي عن مدينة تعز في الساعة الواحدة بعد نصف الليل، وانسحبت الجبهة الغربية من جبهة الضباب، وتم إعلان رسميا عن فتح الحصار بشكل جوي من المنطقة الغربية، وبدأت الفرق الهندسية تنزع الألغام من الخط الرئيسي الواصل بين التربة والضباب وغير باشا، وتم تطهيره من الساعة 12 ظهرا استكمال نزع الألغام، وتم إعلان للمواطنين التحرك عبر محور التربة غير باشا الضباب، وبدأت تشين عملية المعارك في الاتجاه الشرقي والشمالي يعني لتحقيق الأهداف التي رسمت لهذه الجبهتان لتحقيق وفق الخطه العسكريه المرسومه والمحدده لهم ان شاء الله. نعم سيادة العقيد هل حققتم اي تقدم في هذه الجبهتين اليوم؟ لا زالت المعارك يعني مستمره، في تقدم طفيف ان شاء الله يعني الساعه القادمه وتسمعون خير ان شاء الله، وسيتم تحرير المناطق وتحقيق الاهداف التي رسمت، ولا زال الاتجاه الرئيسي الاتجاه الغربي حتى نستكمل العملية تأمين المنطقة ونزع الأنظام ويعني تأمين الخط العام بشكل رئيسي، والأمور جارية في المحاور وفي الاتجاهات. نعم سيادة العقيد هناك أنباء تتحدث بأن الميليشيا الآن تحشد على هذه الجبهتين في سعي منها لتغطية يعني الهزيمة في جبهة الضباب، وتحاول العودة إلى المدينة من جديد، وهناك أيضا يعني تقصف المدينة بمختلف الأسلحة. والله يوم عبثا يحاولون، ونحن إن شاء الله يعني مستمرين للحفاظ على مكسباتنا وتطوير الهجوم، والمعركة دائرة والأمور إلى خير إن شاء الله، وقد قررنا عملية تطهير محافظة تعز ولو كلفنا ما كلفنا من الإمكانيات، هو هدف مصيري خططنا له وينبغي أن يتحقق، لأن المصلة ما عادت تحتمل، ومدينة تعز عانت الأمرين في الأشهر السابقة، والمواطن عانى من كل النواحي. نعم سيادة العقيد نعم 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 سيادة العقيد فيما يخص تواصلكم مع قوات التحالف والحكومة الشرعية والرئاسة فيما يخص الدعم ومواصلة الدعم ل يعني طرد الميليشيا وتحرير تعز كاملة. هناك يعني رعاية مباشرة ومتابعة مباشرة من الأخ رئيس الجمهورية والأخ رئيس الوزراء والأخ نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويعني تحت اشرافهم وغرفه العمليات تتواصل مع هذه غرفه العمليات المستوى الاعلى، وهناك اسناد جوي مباشر ومستمر من قبل التحالف ورعايه للمعركه، وكل ما تم الطلب للمعاونه الجويه يتم يعني الاسناد بشكل مباشر، وساندوا عمليه الهجوم والمعركه مستنده عاليه جدا، وحققوا اهداف الى درجه كبيره جدا، ولا زالوا يعني في الإسلام حتى يتم تحقيق هدف التحرير بشكل كامل إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر المتحدث باسم مجلس المقاومة العقيد منصور الحساني، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. قتل مواطنان برصاص حاجز تفتيش لنقطة قبلية في محافظة أبين، وقالت مصادر إعلامية إن حاجز تفتيش تابع لمسلحين قبليين أطلقوا النار على حافلة ركاب أثناء مرورها بمنطقة أحور في محافظة أبين، ما أسفر عن مقتل مواطنين. إلى مديرية نهم بمحافظة صنعاء، حيث تجددت المواجهات في عدد من المناطق بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والميليشيا،
وقال المتحدث باسم المقاومة عبد الله الشندقي لقناة بلقيس، قال إن الاشتباكات تجددت في عدد من المناطق وسط قصف متبادل بين الجانبين. وأوضح الشندقي أن هناك ترتيبات واسعة لبدء عملية عسكرية، مشيرا إلى أن تعزيزات نوعية وقوات متخصصة وصلت خلال الأيام الماضية إلى الجبهة وستشكل عنصر الحسم في المعارك المقبلة. أهلا بكم من جديد. قال مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة السفير خالد اليماني إنه من المتوقع إجراء محادثات سلام يمنية أواخر مارس الجاري في سويسرا. وأضاف اليماني أن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ لم يحدد تأريخا للمحادثات، لكن من المحتمل أن تكون في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي وأن تعقد في سويسرا. وأوضح المندوب اليماني أن صفقة تبادل الأسرى التي تمت بين الحوثيين والتحالف العربي بقيادة السعودية إثر وساطة قبلية في المنطقة الحدودية تأتي ضمن إجراء بناء الثقة التي طلبت بها الأمم المتحدة كخطوة لتهيئة الظروف لعقد جولة جديدة من محادثات السلام اليمنية. كشفت صحيفة السياسة الكويتية عن مسودة اتفاق لإيقاف الحرب في اليمن، سلمها المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ في عمان إلى ميليشيا الحوثي وحلفائها من حزب المؤتمر جناح المخلوع صالح. ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن المسودة التي سلمها ولد الشيخ تتضمن بنودا لوقف إطلاق النار خاصة على الحدود وتشكيل حكومة انتقالية وتحديد فترة زمنية لعملها ليتم الاتفاق على إعادة إعمار ما دمرته الحرب والبدء بترتيبات استكمال الحوار بين المكونات السياسية. في محافظة حضرموت نجح 30 شابا في إنهاء الحرب في إنهاء البرنامج التدريبي الذي أطلق عليه اسم مهنتي، الذي نفذته مؤسسة نهدة التنموية لتدريب الشباب على التعامل مع منظومة الطاقة الشمسية. وهدف البرنامج إلى تهيئة كوادر متخصصة في التعامل مع الطاقة الشمسية مع تزايد أعداد المستفيدين منها والحد من البطالة في أوساط الشباب. ضمن المساعي التي تبذلها منظمات المجتمع المدني للتخفيف من وطأة البطالة في صفوف الشباب بحضرموت، اختتمت مؤسسة نهد التنموية برنامجها التدريبي للشباب مهنتي، والذي سعت من خلاله وعلى مدى شهر كامل في تأهيل 30 شابا على كيفية التعامل مع منظومة الطاقة الشمسية ومعالجة مشاكلها، حيث يأمل القائمون على البرنامج التدريبي الذي نفذته أكاديمية حضرموت للاختراع في أن يسهموا في رفض السوق المحلية بكوادر متخصصة ومهيئة بشكل جيد للتعامل مع نظم الطاقة الشمسية التي باتت اليوم أحد أهم الخيارات التي يلجأ إليها اليمنيون كبديل لمواجهة أزمة انقطاع التيار الكهربائي. هذا البرنامج خصص أن يدربهم، لكن هي بداية الانطلاقة، لأن يمكن أن يفتحوا شركات لتوريد وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية، أيضا يمكن أن يكونوا مشاركين مع بعض الشركات بسبب الخبرة التي اكتسبوها في هذه الدورة، بأن يكونوا مشاركين في عمليات التركيب والصيانة أيضا لأنظمة الطاقة الشمسية في الساحل وفي الوادي. قمنا في هذه الدورة بربط العديد من المنظومات، وقد قمنا باستفادة كبيرة في هذه الدورة على أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية وأنظمة الضخ بواسطة الطاقة الشمسية. ويأتي هذا البرنامج الأول من نوعه بالتزامن مع ما أشارت إليه بعض التقارير من أن اليمن حققت المرتبة الثالثة كأكبر مستورد في العالم لألواح الطاقة الشمسية نتيجة لتوقف محطات الكهرباء الحكومية بسبب الظروف والأحداث التي تمر بها البلاد. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا. قالت الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان إن الطريق إلى بناء السلام والديمقراطية في اليمن مرهون بالتراجع عن الإجراءات الانقلابية والعودة إلى ما توافق عليه اليمنيون. وأضافت كرمان في كلمة لها على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان أن اليمن تعاني من ثورة مضادة تقودها ميليشيا عنصرية مسلحة تنتهج العنف لتحقيق أهدافها في الوصول إلى الحكم بالقوة والقهر.
وأكدت الناشطة كرمان على أهمية بسط سلطة الدولة وسيادتها وأن تتحول الميليشيا إلى حزب سياسي، مشيرة إلى أنه من الخطوات المهمة لتطبيع الأوضاع في البلاد الذهاب إلى الاستفتاء على مسودة الدستور التي تمت صياغته بمشاركة جميع الأطراف بما في ذلك الحوثيون. We should put a very important question. What is the reality of human rights now? What is happening in the world? أنشأت الأمم المتحدة بعثة متخصصة لفحص وتفتيش البضائع الواردة إلى الموانئ اليمنية. وقالت الغرفة الصناعية التجارية في العاصمة صنعاء إن الأمم المتحدة أقرت إنشاء بعثة للفحص والتفتيش في السفن المتجهة إلى ميناء الحديدة لمنحها تراخيص الدخول. وأضاف بيان للغرفة التجارية أن هذه البعثة الأممية ستعمل على تسهيل دخول البضائع والواردات السلعية إلى ميناء الحديدة بسهولة ويسر وبآلية منتظمة دون معوقات. إلى محافظة حجة حيث يرزح عدد من النازحين في ظروف بالغة الصعوبة بمديرية أسلم بالمحافظة، ويفتقر المئات من النازحين الذين شردتهم الحروب الستة بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين يفتقرون لأدنى مقومات الحياة. التفاصيل في سياق التقرير التالي. على أطراف مديرية أسلم بمحافظة حجة شمالي البلاد صلبت حرب الميليشيا أحلام هؤلاء المتعبين وقذفت بهم داخل هذا المخيم الذي يفتقر لأدنى مقومات الحياة. نازح منذ الحروب الستة، نعاني لا دواء لا مأوى لا غذاء، وكوننا هنا إذا جاء صرف أول ما يصرفوه للمجتمع المضيف، وإحنا النازحين يجي المسح علينا والصرف المجتمع المضيف. يعاني نازحو مخيم الشوكبة ظروفا مأساوية، فليس ثمة من شيء ينبض بالحياة، ومعونات المنظمات ما زالت تخطو الطريق إليهم على الدوام. داخل يا دكتور وكلاوي، أنا هذا الشيء كله أنا عاني من يوم الحرب من هذا الشيء. بعيدا عن فوهات المدافع فر العشرات بحثا عن الحياة، لكن عيونهم تحكي بوضوح كيف قذفت بهم حرب الميليشيا إلى الجوع والمرض، فصاروا عرضة لكل شيء عدا الحياة. في محافظة شبوة كرم مركز تعليمي أولياء أمور 22 من حفظة القرآن الكريم، وأقيم حفل التكريم بمنطقة عميق مركز مديرية جردان برعاية مؤسسة الوديان التنموية الخيرية التي تشرف على عدد من مراكز التحفيظ والمشاريع في كل من مديريات جردان وعرماء ودهر والطلح. نهاية النشرة وهذا تذكير بالعناوين. ترقوا أبناء تعز جميعا ليشهدوا هذه الفرحة العارمة. احتفالات واسعة في تعز والجيش ينشر قواته لحفظ الأمن في المناطق المحررة. الجيش والمقاومة يبدأان عملية عسكرية في الجبهة الشمالية والشرقية من تعز. نازح منذ الحروب الستة، نعاني لا دواء لا مأوى لا غذاء. في حجة الحرب تضاعف معاناة نازح الحروب الستة في مخيم الشوقبة. نهاية النشرة قدمناها لكم من قناة بلقيس. للمزيد يمكنكم متابعة موقع القناة الإلكتروني، كما يمكنكم التفاعل مع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.